السلام عليكم. اليوم بإذن الله رانا 12 أوت 2021. البارح كنا في الغابة، اليوم ودنا نعومو. فوالا كما قال الصديق تاعي رانا في إبيزا، بصح بالعلم طال الجيري. ها هو دروك رانا فوق البحر، وبإذن الله من بعد ندير لكم فيديو تحت البحر. يا شوفوا كاش دايره مروكو تحت البحر. فوالا كونيكسيون ماكاش، بغينا ندير لكم حل لايف بصح كونيكسيون ماكاش. دوك نجربو مع اتصالات الجزائر. او الجبل قدامنا هنايا، كرسي بلونش. بالحق انا مازال ما عمش الصديق تاعي، ما نشعر كيفاش راه داير الاجواء. ها صح، بحر حامي ولا بارد؟ ميديس ما كاينش، ما كانش بيتيس بالومبي. او البحر الصفا كاين شويه تاع الناس راهم يعوموا. تبغي نقول لكم الطريقه كيف كاين جا ولا ما نقول لكمش؟ ما نقول لكمش، تخاف نقول لكم يسمعونا هذوك الناس اللي ملهيه. ايا نعشي ولا احنا لهم. فوالا شاطئ معزول فاميليار، بحر صافي وكال. هي في الحق 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 كاين محسن منه، صح الجهة هذيك ما راهاش مليحة. الحلقة القادمة إن شاء الله هنا نزوروها، ياك السي محمد؟ نوريكم مسكردة، نوريها لكم مسكردة. ها هي كوافرة، ها هي ومروكو، ها هي كفرة، يبانو الديار تاعها. مهم أي استفسار ولا ديروا لنا في الكومنتير لتحت، ومرحبا بكم، بيان فوني شينو. المهم تبقاو على خير، خلونا نستمتعوا باللحظة وخليوني أنا نعوم. الزميل تاعي راه يصوني تحت الماء، ليكن في علمكم، الزميل تاعي راه يصوني تحت الماء بالماسنجر. ياه الواتساب ولا ماسنجر؟ ايوا غير باش زعما تكونوا في الصورة. دوك أنا غادي نتصل بكم الآن، بارطاجي الكونيكسيون، نتصل بكم.